طيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي the following observation were noted during Proctor compaction test. With a soil specific gravity of the soil بتساوي 2.6، يبقى من دي هنا مين؟ الجي اس بتساوي كام؟ 2.6، تمام؟ Find out the maximum dry density. Plot the zero air void curve. عايز منك ترسم، تمام؟ هتحسب الماكسيمم دراي دينستي وترسم الكيرف اللي عندك لما يكون عندك الفويد بتساوي اير فويد زيرو، خلاص الكيرف اند 85%. احنا عندنا هنا حالتين، عايز احسب الاس ار او عايز احسب الجاما دراي، تمام؟ لما يكون الاس ار عندي مره نسبه الفراغات فيها بتساوي زيرو، يبقى اذا الاس ار بتساوي كام؟ واحد، خلاص. ولما يكون الاس ار نفسها بتساوي كام؟ 85%. ماشي يا شباب؟ يبقى احنا عندنا حالتين هنحسب فيها الجاما دراي. الاول انا عايز احسب العلاقه عندي، خلاص، ما بين الووتر كونتنت والجاما دراي، ده الكيرف العادي بتاعنا، خلاص. ده كده الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه هحسب الجاما دراي في حالتين. الحالة الأولى لما تكون نسبة الفراغات اللي عندي بتساوي زيرو، يبقى في الحالة دي الاس ار بتساوي كام؟ 1%. ولما يكون نسبة الفراغات عندي بتساوي 15%، اللي هي الاس ار هتساوي ساعتها كام؟ 85%. ادي الثلاث حالات اللي انا عايز ارسمها. ومديك الجزء اللي فوق ده، مديك الووتر كونتنت ومديك الويت دينستي اللي هي مين؟ الجاما بالك، مظبوط، الجاما بالك. ماشي كده؟ طيب يبقى انا الخطوه الاولى عايز احسب الجاما دراي. انا ايه المعلوم عندي؟ عندي الجي اس وعندي الاس ار في حالتين، 1 و85%، وعندي الووتر كونتنت وعندي الجاما بال، كل دول معطيات. يبقى بالقانون اللي هو كان بيقول مين؟ جاما دراي بتساوي مين؟ جاما بالك على مين؟ حلو جدا، تساوي جاما بالك على 1 + الووتر كونتنت. بالعلاقه دي هجيب هنا مين؟ الجاما دراي. هكمل بيها الصف ده كله، ماشي؟ اقول تاني، يبقى الصف الاولاني ده هكمله عن طريق ان انا هاجي هنا اقول له الجاما بالك بتساوي كام؟ 1.8، يبقى 1.8 على 1 + الووتر كونتنت بكام؟ ما تحطهاش 9.6، يبقى 0.096. طيب اللي بعديها هتبقى الجاما بالك ب 1.9، يبقى 1.9 على 1 + 0.11، خلاص. طيب اللي بعديها هتبقى 1.96 اللي هي الجاما بالك على 1 + الووتر كونتنت اللي هو 0.125. اللي بعديها الجاما بالك ب 2.045 على 1 + الووتر كونتنت بكام؟ 0.14. اللي بعديها 2.1 الجاما بالك على 1 + الووتر كونتنت اللي هو بكام؟ 0.16. وهكذا بتكمل الخانه دي كلها، اللي هي الارقام هتطلع. ولو حد ممكن يراجع عليا سريعا عشان الكلام ده معمول بالليل متاخر قوي، 1.46 1.71، يتاكد من رقمين بس، رقم في الاول ورقم في الاخر. 1.74 بعد كده 1.79 كده 1.81 بعد كده 2.11 بعد كده 1.68، تمام؟ دي طبعا الوحده بتاعتها جرام لكل سنتي تكيف. هنا هنجيب الجاما دراي لما الاس ار بتساوي كام؟ 1. وهنا الجاما دراي لما الاس ار هتساوي كام؟ 85%، 0.85. ماشي؟ اتفضل. ايوه، هو قايل لي نسبة الفراغات عندي، نسبة الفراغات المرة الأولى صفر، بعد كده قال لي الثانية ساتوريشن اللي هي نسبة التشبع بتاعتك 85، مش قال لك نسبة الفراغات في الحالة الثانية ب 15، فأنا قلنا 85. يعني هو مديك الأولانية نسبة الفراغات هي اللي بزيرو، بس الحالة الثانية مديك نسبة التشبع، مديك الاس ار على طول، ماشي؟ انما طبعا لو قال لك ان الحالتين حاله الاير كونتنت او الفويد، يبقى في الحاله دي هتقول ان الاس ار 0.15. ماشي؟ ماشي شباب، في حد راجع على اي رقم من دي؟ محدش معايا حاسبه؟ راجعوا على رقم اول واحد صح؟ طب رجع على ده كده.
حط الجاما بالك ب 2 1 على 1 زائد بوينت 16. ماشي. طيب بعد كده هنجيب الاي لكل واحده. الاي بتساوي ايه؟ تساوي الجي اس في الووتر كونتنت على مين؟ على الاس ار. يبقى لكل واحده من دول هتحسب الاي في الحاله الاولى. الاي بتساوي الجي اس، جي اس ب 2.6 في الووتر كونتنت اللي هي 0.096 على الاس ار اللي هي بكام؟ بواحد. كده جبنا مين؟ الاي. عايز اجيب مين بعد كده؟ الجاما درا بتساوي مين؟ ها؟ جي اس في جاما ووتر على واحد زائد اي، صح؟ جي اس في جاما ووتر على واحد زائد اي. طلعنا هنا نسبة الفراغات، حطها هنا. هتعمل الكلام ده لمين؟ لكل الحاجات دي. ماشي؟ فدي مسألة طويلة شوية، هتاخد منكم وقت. ماشي؟ طبعا انت في البيت هتقعد تحلها واحدة واحدة. انا هكتب لك الارقام النهائية عشان تراجع انت في البيت على الارقام اللي عندك. تاني يا شباب، بيقول لي عايز الجاما دراي ماكسيمم في حالة ان محتوى الهواء عندك او الاير فويد او الاير كونتنت اللي عندك بيساوي زيرو، يبقى درجة التشبع عندي بتساوي كام؟ 100% اللي هي بواحد. هحسب نسبة الفراغات الاول عندي، حسبناها الفويد ريشيو، حسبنا نسبة الفراغات، بعد كده احسب مين؟ الجاما دراي. دي لكل حالة من الحالات دي. طب اللي بعده هتعوض عن الاس ار بكام؟ بدل ما كانت بواحد هتعوض عنها بكام؟ 0.85، بتطلع مين؟ الجاما دراي. هيديك الخانتين دول. حد برضو يعمل كده يراجع على تشيك بس رقمين كده. هنا دي 2.08، 2.02، 1.96، 1.91، 1.84، 1.77 و1.73. هنا 2.01، 1.95، 1.88، 1.82، 1.75، 1.68، 1.63. ماشي؟ ماشي يا شباب؟ كملت الجدول؟ نرسم بقى مين؟ العلاقات اللي عندنا. عندي العلاقه بتاعتي ما بين الووتر كونتنت والجاما دراي. ماشي؟ الووتر كونتنت هنا عندي 9 و6 11 12 ونص 14 16 18. فانا لو هبدا من 9 مثلا وهزود 2 طول ما انا ماشي، يبقى هنا 11، هنا 13، هنا 15، 17، 19، 21. تمام. طيب وهنا هبدا كده، دي الجاما دراي. فانا عندي اقل حاجه 1.6 و4 من 10، يبقى انا ممكن ابدا من هنا ب 1.6، خلاص. بعد كده 1.7، 1.8، 1.9، 1.2، بعد كده 2.1. ماشي؟ اعلى حاجه عندنا 2.1، خلاص. فهنا 1.6، يبقى هنا 1.7، هنا 1.8 من 10، 1.9 من 10، 2، 2.1. هنحتاج اكتر من 2.1. في 2 وكام؟ اعلى رقم هنا 2 وكام؟ في ماشي، في هنا 2.5. لا 2.11. فين 2.5 هنا؟ انت هنجيب بس 2.2 من 10 بس، مش محتاج 2.5 في حاجه، مفيش 2.5، خلاص. طيب واحده واحده بقى هنرسم ما بين دي وما بين دي. عندي 9 و6 و1 64. 9 و6 يعني هنا كده اهي، خلاص. 1 64 يعني في الحته دي، ادي اول نقطه. بعد كده عندي 11 و1 7، 11 اهي، 1.7 و1 من 10، يعني فوق 1.7 وحاجات بسيطة. أنت هتبقى شغال على المربعات فالدنيا هتبقى سهلة عندك. خلاص؟ بعد كده 12.5 1.74. أنا عندي هنا 11، عندي هنا 12. بعد كده 12.5 ما بين ال 12 وال 13، ففي الحتة دي كده.
و74 يعني لو انا عندي هنا 1.7 يبقى هنا 1.75 يعني تحتها بشوي. خلاص اهي انا برسم رسم تقريبي يعني. انت كده كده هيبقى عندك ايه المربعات بتاعتك هتبقى الدنيا تمام سهله بالنسبه لك. عند 14 1.7 79 ال 14 دي ادي ال 15 13 يبقى في النص هنا 1.79 يعني قبل ال 1.8 بحاجات بسيطه هنا كده مثلا ماشي. بعد كده عندك 16 1.81 16 يعني ما بين ال 15 وال 17 اهي 1.81 يعني فوق ال 1.8 مثلا هنا كده. بعد كده 18 و2.11 18 يعني في النص هنا 2.11 يعني فوق ال 2.1 هنا كده. بعد كده 19.5 وعدي 1.68 نزل تاني الكيرف 19.5 يعني لو انا عندي ال 20 هنا يبقى دي هنا 1.68 يعني قريبه من ال 1.7 هطلع فوق هنا كده شويه. خلاص الكيرف بتاعك هيبقى طبعا كيرف بالشكل ده كده. عايز اطلع هنا محتوى الماء الامثل اللي هو الاوبتيمم ميجر كونتنت خلاص اللي هو جاي نازل هنا كده اهو اشوف الرقم ده كام واطلع الجامد راي اخش كده اشوفها كام جامد راي ماكسيمم والاوبتيمم ميجر كونتنت. اقول له الاوبتيمم ميجر كونتنت هيساوي كام هنا يا شباب 18 خلاص اللي هي كانت هنا اهي و 18% والجاما دراي ماكسيمم اللي هي كانت بكام 2.11 جرام لكل سنتي تكعيب. لغايه كده في حد عنده مشكله؟ حلو جدا. بقى عندنا علاقتين عايزين نرسمهم. العلاقتين دول علاقات خطيه مش هيبقى كيرف زي ده خلاص نعملهم بالازرق عشان يظهروا. طيب نيجي للاولانيه 9.6 ومعاها كام 2.8 وتحتيها كام 2.1. ادي 9.6 هي اللي احنا كنا محددينها من شويه عندي 2.8 يعني في الحته دي كده مثلا ده الخط الاولاني وال 2.01 يعني تحتيها 2.08 دي قبل ال 2.1 دي 2.01 يعني تحتيها هنا كده خلاص. بعد كده عندي 2.02 وعندي 1.95 يعني هتنزل شويه عند النقطه دي اهي. طبعا انت لو انت شغال بالمسطره انت خلاص حددت النقط دي قبل كده مش لازم بقى تفضل تدور على كل نقطه لا عند النقطه دي هتطلع هتلاقي عندك نقطتين واحده في الحته دي واحده في الحته دي خلاص. طيب بعد كده عندي 12.5 ادي ال 12.5 اهي هتلاقي واحده فيهم 1.96 1.88 1.96 يعني في الحته دي كده عايزين نظبطها عشان هي تطلع خطيه قوي. فانت هترسمه بقى بايه؟ بابعاد فالعمليه هتبقى طالعه معاكم مظبوط يعني. خلاص؟ طول ما انت ماشي كده عند كل نقطه من النقط دي هتلاقي في واحده هنا وواحده تحتها بشويه. في واحده هنا كده وواحده تحتها بشويه. خلاص؟ تيجي هنا تلاقي في واحده هنا اهو واحده تحتها بشويه. خلاص؟ وهنا نفس الكلام. ماشي؟ هتلاقي عندك ده الخط ده طالع كده. هيطلع خط مستقيم معاك انت هيطلع خط مستقيم لكن هنا انا معايا هنا على الورق عامله خط مستقيم. معلش هو طالع مش مستقيم قوي يعني. خلاص يا شباب ده كده المطلوب في المساله اللي عندنا. ماشي في حد عنده اي اسئله في المساله دي؟ على نفس ال وهتقول له بقى ان دي كده هتقول له كده ان دي لما كانت الاس ار بتساوي 1 وهنا الاس ار كانت بتساوي 85 خلاص. ها اخر مساله معانا تمام بيقول لي ان بروكتور كومباكشن تيست وي جيت ذا فولوينج اوبزرفيشن مديني الووتر كونتنت ومديني الجاما دراي مديهم لي الصراحه يعني الجاما دراي صريحه خلاص. بعد ما اداهم لي بيقول لي ايه بقى؟ فايند
اوت ذا ماكسيمم دراي دينستي، عايز الماكسيمم دراي دينستي خلاص، اند اوبتيمم ميجر كونتنت يبقى عايز الاو ام سي. اف ذا ديجري اوف كومباكشن، لو درجه الدمج في الموقع ان ذا سايت 95% يبقى الار في الموقع تساوي 95%. المفروض ان انت عندك المواصفات بتنص ان الريليتيف كومباكشن او الكومباكشن اندكس ما يقلش عن 95%. هو بيقول لك لو هي في الموقع 95%، فايند ذا ووتر رينج ذات شود بي يوزد، هات لي محتوى الميه او الرينج بتاع المحتوى الميه اللي عندك اللي يديك الايه قيمه ال 95% دي. ماشي كده؟ يبقى انا مطلوب عندي هنا الجاما دراي ماكسيمم والاو ام سي، وعايز الووتر رينج اللي هو من كام لكام. دي كل الكلام ده يطلع من على الرسم. طب تعالوا نرسم كده مع بعض. دي من المسائل السهله وبسيطه، محتاجه بس تكون ايه فاهم القصه ماشيه ازاي. عندي هنا الووتر كونتنت وعندي هنا الجاما دراي. تسعة وسبعة وحداشر وتلاتة ممكن يمشيها برضو، تسعة حداشر تلتاشر، انت حر يا جماعة انت حر. ممكن واحد يبدأها مثلا من كام، من تمانية، تمانية عشرة يعني كل واحد ايه يعمل اللي هو عايزه مفيش مشكلة يعني. خمستاشر سبعتاشر تسعتاشر بعد كده 21 خلاص. وعندي هنا 1 و6 ممكن نبدأ برضو من 1 و6 بعد كده 1 و7 1 و8 1 و9 2 2 1، ما عنديش أكتر من كده. 9 و7 معاها 1 63 يبقى لي 9 و7 معاها 1 63 يعني بدأ من هنا كده. 11 و3 معاها 1 و7 من 10 1 7 8 يعني 9 11 و3 هنا كده ودي هنا كده. 13 و6 معاها 1 8 7 13 و6 معاها 1 8 7 يعني في الحته دي كده. 16 و2 معاها 1 7 4 قال لي الثاني تمام. 16 ادي 16 و2 من 10 معاها 1 7 4 1 7 4 يعني هنا كده. بعد كده 17 و7 من 10 يعني في الحته دي مثلا معاها 1 6 5 يعني في الحته دي كده. وعندي 19 و8 نفس الرقم اللي فات بالشكل ده كده. فهتلاقي عندك الكيرف طالع كده وبعد كده نزل بالشكل ده كده خلاص. هتيجي انت هنا تروح جاي نازل وتطلع الاو ام سي اللي هو الاوبتيمم ميجر كونتنت، وهتيجي هنا وتطلع الجاما دراي ماكسيمم اللي هم عندك اكبر جاما دراي هنا كام؟ 1 8 7. يبقى اذا الجاما دراي ماكسيمم تساوي كام؟ 1.874 جرام على السنتي تكيف. وعندي الاو ام سي اللي هو بكام؟ 13.6 من 10. ماشي؟ الاو ام سي تساوي 13.6 من 10%. ماشي يا شباب؟ في حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ حلو. بعد كده عايز مني الووتر رينج خلاص، وعايز مني الجاما دراي في الموقع. هقول له ان الاي بتساوي الجاما دراي انسايت على مين؟ على الجاما دراي ماكسيمم دي ب 95 يبقى 0.95 هضربها في الجاما دراي ماكسيمم جبت الجاما دراي سايت. 0.95 مضروبه في الجاما دراي ماكسيمم اللي هي 1.874 هتطلع ب 1.78 تساوي 1.78 جرام على السنتي تكعيب. ماشي؟ طيب عايز بقى اطلع الووتر رينج اطلعه ازاي؟ هتيجي هنا على
الكيرف اللي انت رسمته خلاص، وتحدد قيمة الجاما دراي في السايت اللي هي 1.78، اللي هي 1.78 يعني تقريبا في الحتة دي كده، وهتروح جاي ساحب خط كده هيقطع المنحنى بتاعك في نقطتين، تروح جاي نازل من هنا بخط ونازل من هنا بخط. تاني تاني، وايه اللي حصل؟ مديك الووتر كونتنت والجاما دراي، وعايز منك الجاما دراي ماكسيمم والاوبتيمم ميجر كونتنت، وعايز يعرف الووتر رينج اللي عندك خلاص، ومديك الريليتيف كومباكشن او الكومباكشن اندكس ايا كان المسمى بتاعه ب 95%، وطالب منك الووتر رينج اللي يخليك توصل للمحتوى ده. حلو، اعمل ايه؟ واحنا جايين راسمين العلاقه ما بين الووتر كونتنت وما بين الجاما دراي، ماشي كده بالمعطيات اللي هو مديها. طلعت الجاما دراي ماكسيمم، ودي اعلى قيمه في الجاما دراي اللي عندي، وقصادها هيبقى الاوبتيمم ميجر كونتنت اللي هي محتوى الماء الامسي. لغايه كده في حد عنده مشكله؟ حلو جدا. بعد كده عندي القانون بتاع ريليتيف كومباكشن او الكومباكشن اندكس بتساوي الجاما سايد على الجاما دراي ماكسيمم اللي انت بتطلعها من المعمل. انا عايز الجاما سايد، يبقى هضرب طرفين في وسطين، يبقى الاي في الجاما دراي ماكسيمم، الاي ب 0.95 مضروبه في الجاما دراي اللي انا طلعتها ماكسيمم، طلعت بالرقم ده. هاجي على المنحنى اللي انا عملته واحدد قيمه الجاما دراي اللي انا مطلعها اللي هي 1.78، واخد خط هيقطع الكيرف عندي في نقطتين، هنزل بالنقطتين دول بخطين واشوف قيمه محتوى الميه هنا كام وقيمه محتوى الميه هنا كام، واقول له اذا رينج فوتر ايوه 11 وكام؟ 11.3، هي طالعه معايا 11.3% لغايه 15.7%، ماشي؟ طيب قال لك ان المواصفات بتنص عندك المفروض ان الووتر رينج او الرينج اوف ووتر ده بيطلع موجب او سالب الاوبتيمم ميجر كونتنت، موجب او سالب 2 خلاص للاوبتيمم ميجر كونتنت. فانت عندك مثلا دي 13.6 المفروض يطلع كام؟ 15.6، ايه طلعت 15.7، تمام مثلا يعني المفروض يطلع اقل من دي ب 2 يعني 11.6، طلع ب 11.3، مفيش مشكله، ده المفروض اللي هو الرينج اللي عندك يطلع موجب او سالب 2 من الاوبتيمم ميجر كونتنت. طبعا انت هنا بترسم ما عندكش رسم بياني مش عارف ايه، فبيطلع فيه ايه؟ اخطاء بسيطه كده خلاص، دي مش فيها مشكله. في حد عنده اي سؤال في الحاجه بتاعت النهارده؟ كده احنا خلصنا شيت الكومباكشن اللي هو المفروض يتسلم يوم الاربع ان شاء الله. اللي هيروح ومش هيلاقيني هيسيب الكشكول على المكتب، واعملوا كشكول للجيوتقنيه بس عشان لو انا اتاخرت في التصحيح ما تبقاش مجبر انك تروح تاخد عشان توري معيد تاني والكلام ده، ماشي؟ واللي عمل الشيت الاولاني في ورق ينقله بعد اذنكم في الكشكول، ماشي يا شباب؟ اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. لا ما تدبسوش.